اسمها جمعية السعادة. نعم صحيح. شنو تعمل عليه؟ مثل ما قلت لك، الجمعية لما تطلع أو تظهر أو يشهر لها كيان قانوني تكون لها مجموعة أهداف. الأهداف هذه هي اللي تخلق اسمها. نعم. فجمعية السعادة والسعادة والإيجابية. نعم. حق الأستاذة نجاة الحشاش. نجاة الحشاش ترى. نعم. أنا قابلتها فعلا في يعني هي لها أهداف معينة، لها طريقة تخدم المجتمع، عندها أهداف سامية. يعني الوزارة عن طريق الحملات. شوف يعني أنا أقول لك الوزارة ما توقف بوجه أي جمعية. نعم. ولكن بس ما تساندها. أعطيك مثال بسيط، نجاة الحشاش أستاذة نجاة كانت موجودة معنا في البرنامج وتكلمت عن جمعية السعادة والإيجابية. نعم. نقطة واحدة من النقاط اللي أثارت إعجابي صراحة أن ما نشوف موظف أي وزارة كانت وزارة حكومية يستقبل المراجعين برحابة صدر وبإيجابية وبابتسامة. على العكس نشوف في بعض الشركات الخاصة بدون ذكر أسامي تشوف الموظف مبتسم لأن هذا دوره. اليوم هم عندهم هالفكر. صحيح. لكن شلون يطبقونه؟ مو على نطاق قانوني، خلينا نقول مثلا يتكلمون عن حملات توعوية. زين للحين نشوف الموظفين ثلاث ارباعهم غلجمين ومو قادرة توصل حق الهدف اللي هي تبي، من يساعدها اليوم؟ لا الأستاذة نجاة او حتى الجمعية بحد ذاتها طبعا هي عندها استراتيجية وعندها خطة. لما تقدم بإشهار جمعية هي عندها خطة لمدة 4 سنوات شنو تبي تسوي. مجرد اني انا اشهر كجمعية ويثبت لي كيان قانوني، اذا انا عندي خطة لازم انفذها، عندي ستاف لازم يساعدني، عندي اهداف لازم احققها. كم بالمئة الجمعيات تحقق اهدافها بكل شفافية؟ بكل شفافية أنا أقول لك من 70 إلى 80%. نسبة كبيرة. نسبة كبيرة. نعم، لأن مثل ما قلت لك الجمعيات تتكلم أنت عن جمعيات خاصة في المعاقين، في المرأة، في الطفولة، في يعني في مهنية، ثقافية، اجتماعية. أغلبها تحقق أهدافها فعلا بس بشكل غير ملحوظ لسبب أن هي الجمعية ما تقع تظهر هي يعني إعلاميا بالمجتمع.